لفريق مولودية البيض في هذا اللقاء 2-0 في ربع ساعة. أنت كنت داخل أرضية الميدان، هل أنتم كنتم أقوى أم فريق شباب الوزداد كان ضعيف؟ يعني خلينا باش الناس تعرف يعني. يعني الحمد لله، يعني احنا بدينا يعني المقابله بدون مقدمات، يعني وان طلب لنا المدرب ان نهاجموا من الدقيقه الاولى يعني، وكان يعني كانت عنده خطه لعب المدرب، هذيك الخطه لعب اللي نفذناها حنايا في ربع ساعه الاولى يعني، وادت بثمارها وسجلنا هدفين. بعد ذلك حافظتم على النسق تاعكم، تلقيتوا هدف اخر وسجلتم ايضا هدف ثالث بكيفية رائعة. هل كنتم تنتظروا الفوز بثلاثة مقابل اثنين أمام شباب الوزداد؟ يعني احنا يعني كنا عندنا ثقة أنه باش نفوزوا في هذه المقابلة، لكن ثلاثة يعني ما كان حتى واحد اللي حيتوقعها يعني، بس تسجل الأهداف بعد مرور يعني أربع جولات ما تسجلش حتى هدف، وين تصيب روحك تسجل ثلاثة. مي يعني المدرب كان عنده فضل كبير، يعني بعد ما دخلنا يعني غرفة الملابس كنا 2-2 يعني، كانت المقابلة تميل لصالحهم يعني. مي الحمد لله يعني دخلنا يعني ما بين شوطين وين أعطانا تعليمات، والحمد لله جاء الهدف الثالث يعني في 10 دقائق الأولى من الشوط الثاني. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.